الاهتمام لكل من ساهم بالقريب والبعيد في جعل من هذا المعرض لحظة اللقاء والحوار وتبادل الأفكار والحساسيات من أدباء شعراء روائيين وكتبيين وكذلك الجمهور الذي التفت حول هذه التظاهرة الثقافية الجادة والهادفة وإذ أجدد الشكر لكم جميعا على التفافكم حول هذا الحدث الثقافي أرجو من هذه التظاهرة أن تتكرر وأن تتجدر في مدينة العرائش مدينة الإبداع والمبدعين التي عودتنا دائما على احتضان كل ما هو جاد وفاعل في الحق الثقافي. ما كان لهذه التظاهرة أن تنظم بالشكل الذي أردناه لولا دعم مجموعة من الأطراف وعلى رأسها السيد عام صاحب الجلالة الذي طوق هذه التظاهرة وطوق منظميها بكثير من الدعم وكثير من الاهتمام. فباسمكم جميعا وباسمي الخاص ونيابة عن وزارة الثقافة أود أن أجدد لشخصي الكريم الشكر الجزيل على كل ما بذله. الشكر موصول كذلك إلى المجلس الجماعي لمدينة العرائش رئاسة أعضاء وإداريين على الدعم المادي والمعنوي الذي لقيناه من المجلس. كذلك الشكر موصول للسيد رئيس المجلس الإقليمي ولكل أعضاء هذا المجلس على الدعم اللوجستيكي والمادي الذي قدمه لهذا المعرض. في ختام هذه الكلمة لا يسعني كذلك إلا أن أتقدم بالشكر والتنويه بكافة أطر وزارة الثقافة والاتصال على المستوى الجهوي وعلى المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى المحلي. فهذه الذلة الجميلة من موظفينا أبانوا عن قدرة فائقة في تنظيم مثل هذه التظاهرات الكبيرة النسبية. فبفضلهم استطعنا اليوم أن نحقق مكسبا من مكاسبنا الثقافية الجادة والهادفة. فلهم مني شخصيا جزيل الشكر على أمل أن يتجدد هذا اللقاء وربما بصيغة أخرى في مدينة العرائش. هذا الحلم الذي راودنا واستطعنا جميعا تحقيقه ألا وهو المعرض الجهوي للكتاب، وباعتبار أنه معرض جهوي ومن المفروض أن يتنقل بين عواصم أقاليم الجهة، فهناك اقتراح التقطه السيد عام صاحب الجلالة والسيد رئيس المجلس الإقليمي والمجلس البلدي كذلك بكثير من الاهتمام، ألا وهو تنظيم النسخة القادمة بإذن الله 2019 تحت اسم المعرض الإقليمي للكتاب بالعرائش والقصر الكبير. سيكون بإذن الله مناسبة تتناوب عليها المدينتان الأساسيتين للإقليم. من هنا سنكون قد ربحنا رهانا آخر يذهب بنا إلى أفق جديد بإذن الله من أجل تتميم التراث الثقافي والرصيد الثقافي لهذه المنطقة.